مساء الخير. اخر حلقه من سكور لعام 2015 مضيع بيرزي رح نكون فيها ان كان على الصعيد العالمي او على الصعيد المحلي ايضا ومع ضيوف مميزين بطبيعه الحال. رح بدايه بجويس عزام المغامره اللبنانيه ومتسلقه الجبال والقمم العالميه. هاي جويس. هاي جويس. معك بدنا نحكي اكيد عن هالموضوع هيدا كونك سيده كمان او بنت عم تعملي هالنشاط الصعب جدا يلي بده مجهود جسدي وذهني ايضا. عماد بهيله هاي زميلي بالقسم الرياضي. هاي جورج. معك كمان مضيع بيرزي اليوم عماد على صعيد الفوتبول. معظمها فوتبول طبعا بتعرف اخر السنه هلا جورج المواضيع الرياضيه شوي خفيفه باستثناء دوري انجليزي يلي ما بيتوقف بالعطله المهنيه البوكسينج داي. صح. ننتقل للكوتش فادي شلفون. هاي كوتش. هاي جورج. مدرب بالتنس لاكثر من 25 سنه كبرناك بالحلقه بس مفعولك كبير على الملعب يعني هذا انا شاهد عليه صراحه. كوتش معك بدنا نحكي اكثر شيء عن سيطره نوفاك جوكوفيتش على عام 2015 وكمان بدنا نحكي تنس محلي اذا صار الوقت نحكي بالحلقه. المغترب صديقنا الصحافي شادي صعيبي. هاي شادي الصحافي الرياضي. هاي جورج. اللي كمان نحكي معه مواضيع مهمة جدا اليوم على الصعيد الفوتبول وملف مونديال قطر 2022 بدنا نشوف إذا كل شيء ماشي على الطريق الصحيح اليوم لنشوف مونديال بالخليج العربي لأول مرة بالخليج العربي وبمنطقة الشرق الأوسط. أكيد كمان. أكيد. البداية معك جويس ليديز فيرست بطبيعة الحال بدنا نبلش نحكي شكرا. أكيد عن المغامرات الكبيرة اللي عم تعمليها تسلق القمم الأهم بالعالم اليوم عم تقومي فيها. وين صرتي بمشروعك؟ كم جبل صرتي طالعة لهلا؟ هلا أكيد حب الجبال وتسلق الجبال بلش من هون من لبنان من صنين من جبل الشيخ من قرنة السوداء من محميات المختلفة يعني عنا حظ عنا طبيعة حلوة بلبنان وجبال مناسبة جدا بتخولك كمان تتمرن. عم نشوف بهالوقت صور لإلك جويس. وين هون؟ هيدا جبل أرارات بتركيا. حلو كثير. فمن لبنان من هالخبرة اللي أخذناها من جبالنا اللي منا هينة يعني بنوصل ل 3000 متر هيدا مثلا بسويسرا بجبل ألالين. كيف صرتي تحبي هيدا الشيء او كيف لقيتي انه انت هوايتك المفضله اليوم هي تسلق القمم العاليه؟ اكيد واحد لا صراحه مش الاهل. انا مثل ما قلت لك من لبنان من جبال لبنان حبيتها وحبيت حتى يعني شوف جبال اكثر. هي كمان حب السفر وتشوف مغامرة جديده. نعم. رحنا على اوروبا لانه اقرب شيء علينا. نعم. بالألبس بعدين من الألبس بلشنا بفكرة تسلق السبع أمم الأعلى أمم يعني أعلى أمة بكل قارة يعني مثل ماكسيم شعيا البطل اللبناني المغامر المعروف كمان عم على سيدة أو على نفس على نفس الخطوات عم تقومي فيها 100%. لهلأ صرت متسلقة أربع جبال من السبعة. حلو بس هيدا مثلا بأوسيانيا بجزيرة بابوا نيو غيني كانت اكسبيديشن كتير كتير صعبة يعني اكيد طبيعة كمان صعبة ايه لانه مش عطول عندك تريلز مش عطول عندك الامكانيات انك توصل بسهولة وما في طرق لا كمان ما في طرق بدك تخيم بالجبل بدك تاكل اللي عم بيعطوك اياه يعني بدك تتأقلم. نعم. كمان التأقلم هو من صعوبة هالنوع الرياضة. كم حدا عم تكونوا جويس يعني المجموعة اللي عم تطلع تتسلق هالجبال مجموعة من كم شخص عم تكون؟ هلا انا بلشت مع فريق تيم لبنان كنا سبع أشخاص بس اليوم من خلال دراستي وانشغالاتي مش عم بقدر كمل معهم عم كمل المشروع السبع إمام مش رح وقف لأنه هيدي شغفي يعني وحبي للجبل رغم أنك مهندسة مثل ما بنعرف يعني كيف عم تلاقي وقت كمان لتقوم عم بعمل دكتوراه آخر سنة دكتوراه عم تلاقي وقت ل ما في وقف هو مثلا صور بإيطاليا أنا عم بعمل دكتوراه بإيطاليا ما في كل ويك أند أنا بالجبل لا يعني هيدا بتصير هوايتك. نعم. وحب يعني حبك بالحياة ما فيك توقفه. كل حال رح نتابع حديثنا معك جويس خلال الحلقة ونشوف بعض صور أكثر عن المغامرات الرائعة اللي عم تقومي فيها. كوتش فادي سيطرة كبيرة لنوفاك جوكوفيتش بعام 2015 شو سببها؟ جوكوفيتش فينا نقول هيدي السنة كانت استثنائية لإله يعني أخذ 11 لقب ثلاثة جراند سلام فلتت منه رولون جاروس أخذها بابرينكا ستة ماستر سيريز كمان وستة ماسترز وبكين 500 وبطولة الماسترز آخر السنة 11 تيتر موصل 15 مرة فينال خسران مع موراي 2 ومع فيدرير خسران 1
أكيد سنة يعني استثنائية. يعني شو سبب هالسيطرة الكبيرة للبطل الصربي اليوم على عالم التنس؟ هالسيطرة اللي عنده إياها ديوغوفيتش هي أول شيء بنحكي عن لياقة البدنية، عن اللياقة البدنية تبع ديوغوفيتش هي اللي عم بتأهله يكون ماتش ورا ماتش ورا ماتش، عم يعطي أكثر، عم بيكون عنده تركيز أكثر. أنت بتعرف بس تكون لياقة بدنية موجودة التركيز بيكون أكثر، وكل ما تخف اللياقة التركيز يعني بيروح. إذا شفت بطولة الماسترز آخر السنة اتطلع بالراوند روبن كان يعني شوي عم يلعب، بس وصل دومي فينال لأنه في نادال قباله، ووصل فينال لأنه في فيدرير قباله. شفنا تركيز وشفنا لياقته وشفنا القصص اللي عملها. يعني هي اللياقة البدنية اللي عنده إياها هي اللي عم بتخليه اللياقة البدنية اللي عنده. إذا بتشوفه بحيلا وضعية بالملعب بتشوف يعني إنه طابته بترجع بطريقة وينر. نعم. وطريقة عجيبة غريبة يعني كلنا بنستغربها، بس هذا هو ديوغوفيتش. هل هو سبب تراجع كمان نادال وتراجع نوعا ما وتقدم فيدرير بالسن؟ عم نشوف كمان هالبروز الكبير لجوكوفيتش نفس الوقت. ممكن هيك يعني هالشي ممكن، بس أنا برجع بشدد لك على لياقته البدنية اللي عم تعطي هي الفرق. نعم. نادال أكيد قطع بسنة كتير سيئة لأول مرة، نادال من سنة 2005 ما نو أخذ غراند سلام، من سنة 2004 ما نو أخذ ماسترز. هيدي السنة كانت أسوأ سنة. هلأ أكيد وضع نادال أكيد عطى كمان ديوغوفيتش بوش أكتر، أكيد فيدرير عم يعطي أقصى ما في أقصى ما في عم يعطي، بس عم يصطدموا كلهم بحيط اسمه نوفاك ديوغوفيتش. واللي قاله فيدرير بآخر السنة قال ما معقولة كمان يكفي ديوغوفيتش بهالتركيز، يعني عم بيقول هو كلنا قطعنا بهالفترة، نادال عمل كمان سنة ذهبية وأنا عملت سنة ذهبية، بس عم يعمل سنين ذهبية رح يعمل. بس هيدي السنة هيدي السنة لا ذهبية أكثر من غيرها. هيدي يعني السنة 11 تيتر ذهبية أكثر من غيرها. هلا الدافي ما بعرف، هلا سنة 2016 أكيد بده يكون في منافسة، يعني أكيد نادال رجع على مستواه بدنا نشوف منافسة أكبر. هون ساعتها بننطر وبنشوف، بنبلش بالأستراليان أوبن أول شيء وبعدين بنشوف. هو مزبوط جورج مثل ما كان عم بيقول الكوتش إنه جوكوفيتش تحضيره لكل بطولة غير عن البقوة، وهذا الشيء بيساعده إنه ما ينصاب. جوكوفيتش ولا مرة شفناه منصاب. صحيح. ميراي ينصاب بظهره، نادال كان منصاب بكل مطارح. نادال فيدرير عمره هلا كمان بطولات مش عم يقدر يشترك فيها من وراء لياقته البدنية اللي منا حاضرة. مزبوط. عم يستفيد من هالشيء اللي هو بينعد جوكوفيتش اللاعب المدافع اللي ما في طابة بيتركها أبدا، وبيحيلا وضعية، وهذا الشيء اللي بيميزه. يعني إذا بتشوفه فاصل جراني المرعب بتقول شو عم يعمل، يعني عن جد صح. يعني غريب. كمان عماد لاعب تنس يعني بيلعب دائما. كمان يلا الاسبوع مرتين ثلاثه دائما بال بالهوليدا نتسلى انا وجورج. يلا جود. شادي كلمه صغيره عن التنس او دغري ننتقل لنحكي عن البارسا، شو رايك بجوكوفيتش كمان؟ مثل ما قال الكوتش ومثل ما قال عماد، سنه استثنائيه، افضل سنه له على الاطلاق. كان حقق سنه بال2011 عمل إنجاز كتير كبير فيها بال2011، ولكن هذه السنة باعتراف جوكوفيتش شخصيا أنه 2015 هي الأفضل على الإطلاق، أنه نضج أكثر، صار أكثر ذهنيا حاضر، مثل ما عم بيقول بدنيا هو الأفضل حاليا، تقدم فيدرر بالسن، إصابات نادال، تذبذب مستوى أندي موري، كل هذه العوامل وكمان انتقائه للبطولات وطريقة التدريب والكوتشينج والدعم الكبير اللي ما بننسى اللي إجي من بوريس بكر وتواجد مارين فايدل كوتش الأساسي سيرفنت فولي، يعني حصل له كل شيء كان ناقصه بعد. صحيح يعني عم نشوف جوكوفيتش اكتمل من كل الجوانب، ولهالسبب شفنا النتائج المذهلة بال 2015. 2016 ممكن تكون شوي فيها ضغوطات عليه لأنه رح يدافع عن نقاط كتير، عنده 2000 نقطة بجراند 3 جراند سلام، عنده 6 ماسترز مثل ما عم تقول، 1000 نقطة، عنده ألعاب كتير كبيرة، السبب والحفاظ على مستواه رح يكون شوي شكله بعض الضغط. نعم. رح يكون في ضغط عليه. عماد اكيد شادي بنرجع لك بعد هالريبورت تنحكي عن فريق البارسا، فريق البارسا اللي عم يتم تكريمه اكيد عبر ميسي، عبر كمان رئيس النادي والفريق بشكل عام. خبرنا شو كان عم بيصير بدبي. يعني مثل ما كان جوكوفيتش السنه سنتو، فينا نقول كمان البارسا السنه سنتا يلي حاز السنه على 5 ألقاب عالميه. خلينا ننتقل للصور جورج لحتى نشوف شو كان عم يحصد اخر ألقاب فريق البارسا.
إذن توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة لاعب العام وذلك على هامش مؤتمر دبي الدولي العاشر واللي يقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية. تفوق ميسي إجا على حساب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والحارس الإيطالي بوفون. وحصد فريق برشلونة جائزة أفضل نادي بالإضافة لحصول رئيس النادي جوزي ماريا بارتوميو على جائزة أفضل رئيس نادي إضافة إلى جائزة النادي الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي. جورج كمان إذا فينا نذكر بالجوائز يلي تقدمت هي جوائز جلوب سوكر، بباقي الجوائز في فرانك لامبارت وأندريا بيرلو حازوا على جائزة أفضل مسيرة كلاعب كرة قدم. فيلموتس مدرب بلجيكا فريق بلجيكا يلي أفضل مدرب يعني عم يتصدر اليوم المنتخب البلجيكي تصنيف الفيفا وهذا إنجاز كبير لهالمنتخب هيدا رغم أنه ما ربحان ولا أي لقب كبير. مظبوط الكوتش فيلموتس حصل على أفضل مدرب بالإضافة لنادي بورتو البرتغالي يلي حاز على جائزة أفضل أكاديمية بكرة القدم بصدر أكيد نجوم كبار دائما فريق أبسي بورتو لكل أندية البارسي. شادي فريق البارسا السنة يعني هل سبب سيطرته هي بتعود للثلاثي نيمار سواريز ميسي أو بدنا نحكي عن فريق كامل موجود يعني بارسا عنده نقاط ضعف بالدفاع أكيد بقى. جورج لما بس تنوضح نقطة لما بيكون فريق بحجم برشلونة من مسيطر بدوري بالشامبيونز ليج بدوري أوروبي يعني على أعلى المستويات عم بينافس أعرق الأندية ريال مدريد مانشستر بايرن ميونخ بأوج مانشستر سيتي ما فينا نحكي عن ثلاثي. أنا بفضل برأيي الشخصي بكل تواضع نحكي عن منظومة مدرسة برشلونة. برشلونة عنده كوتشينج عنده إدارة عنده رئيس وعنده أكيد لاعبين لأنه وعنده سيستم إجا وضع من فترة من 6-7 سنين مع غوارديولا مع تيتو فيلانوفا مع المدربين اللي وصلوا للويس أنريكي هلأ تابع بهيدي المنظومة. ونذكر كمان فرانك رايكر اللي هو أطلق هذا الفريق أو أسس البنية الأولى أو أساس هذا الفريق وضع المدماك الاول كله تحت اشراف يوهان كرويف اذا كله تحت كمان اشراف يوهان كرويف اللي هو الاب الروحي او الجاد فازر للفريق. وصلنا اليوم لعندك ثلاثي مرعب حتى يعني واكبر دليل على هذا الكلام انه ميسي انصاب اصابه كثير كبيره وبعد عن الملاعب لفتره كثير كبيره شفنا بالعكس شفنا ارتفع مستوى الفريق تيم ورك افضل صار شفنا انه مهاجم نيمار ولويس سواريز وصلوا لأعلى مستوى من التفاهم ولأعلى مستوى فني وبدني. كمان ننسى الوسط الممتاز راكيتيتش وينيستا وعنا خافيير يعني ماسكيرانو أكيد مع نحن يعني فريق متكامل حتى بغياب النجم الأول لأنه في كتير انتقادات في ناس بتقول أنه برشلونة هو ميسي وإذا ميسي انضرب خلص وقف صحيح أثبت اليوم برشلونة بهيدي الفترة السابقة هيدا شيء كان من سنتين يعني لما كان ميسي لحاله يعني ما كان في نيمار وسواريز كان لما ينصاب ميسي صحيح الفريق يتأثر وشفناها لما كان مش على وضعه مظبوط ميسي كيف الفريق صعد مع البايرن من سنتين 4-0 و3-0 لما رجع ميسي على الفورم تبعه واكيد انضم له نيمار وسواريز فرقت له هلا الفريق فريق يعني بيقطع بمطبات جورج اليوم قطع الفريق كان ميسي ما كان بفورما تبعه ما كان حدا يساعده ما كان حدا قدر يشيل الفريق اذا بنحكيها بالدارج اليوم معنا سواريز ومعنا اكيد الوسط ومع انيستا عم بيقدم مباريات يعني على مستوى عالي جدا الفريق كله دفاعيا من بالوسط وهجوميا متكامل وهذا السبب اللي قدر يحصد اكبر جوائز ممكنه واكبر نتائج وافضل نتائج باوروبا وبالدوري المحلي حاليا. عماد على هامش مؤتمر دبي الرياضي كان هناك مناظرة بين المرشحين الأبرز اليوم إذا فينا نقول لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أكيد مع غياب ميشيل بلاتيني اللي بنحكي عنه خبرنا المناظرة يعني بعرف كانت مهمة جدا وسرقت الأضواء إذا فينا نقول كمان خلال هالمؤتمر هيدا صح جورج إذا فينا نقول مرشحين جداد يعني عم بيترأسوا على قائمة على رأسهم البرنس علي على رأسهم الأردني أكيد ننتقل لنشوف ريبورتاج عن هالموضوع بيفسرنا أكثر شو كان عم يصير. على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي اللي حضروا عدد كبير من الشخصيات المهمة خاصة على صعيد كرة القدم اعتبر الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني والمرشح لرئاسة الفيفا أن القضية الأساسية اليوم هي تطبيق الإصلاحات بهيكل الفيفا من بينها كشف أجور الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية كما طالب الأمير علي بنشر تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا فوراً بإشارة إلى تحقيقات داخلية بشأن منح مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر.
من جهته قال السويسري جاني انفانتينو الامين العام للاتحاد الاوروبي لكرة القدم والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي فيفا انه الامر تحدي كبير بالنسبة له، واضاف انه رئاسة الفيفا مسؤولية كبيرة والقيام بعملية الاصلاح من الداخل هي عملية شاقة بيحتاج تنفيذها قيادة قوية، واكد انه مبدأ الشفافية هو عنوان حملته الانتخابية، اشارة انه انتخابات رئاسة الفيفا متوقعة ب 26 شباط 2016. جويس بنرجع لك هلا بعد ما حكينا عن موضوع الفوتبول، بتابع فوتبول ولا بعيد عن الاجواء؟ شوي. مين يعني فريقك المفضل؟ ولا ما كثير؟ ما كثير. حتى طيب. لو انا عايشه بروما وبتعرف الفوتبول بيطاليا. يعني عايشه بروما لازم ما تقفي ماتش بالجبل. انا بكون بالجبل وهن بيكونوا يلا ما يكون ديربي روما ولاتزيو يا لطيف يا لطيف ممنوع حدا ينزل على الطرقات اكيد اكيد. جويس شو عندك مشاريع بعد هلا 2016 على البواب؟ خبرينا شو أبرز المشاريع اللي عندك إياها للسنة القادمة؟ أكيد للسنة القادمة بدي كمل تسلق السبع جبال. الجبل القادم هو بألاسكا، نعم. جبل دينالي وعلوه أكثر من 6000 متر، أكيد بده تحضيرات. هون عم نشوف كمان عم تقومي يعني بمغامرات هيدا كمان بكارستنز بيراميد، يعني في أكيد تيروليان، هي تيروليان تحت في على القليل 600 متر وبدك ما فيك توصل على الأمة. أنا صراحة ما بسترجع أعملها. ما فيك توصل على الأمة إذا ما بتقطع هي من نقطة لنقطة، يعني في الفراغ وفي حبال وما عندك غير تشويس فبدك تكمل. شو رأي أهلك بالموضوع؟ بس حابب أسأل بس يشوفوا هيك مشاهد شو رأيهم؟ صراحة أنا بجرب ما خبرهم أني رايحة على الإكسبيديشن عكل حال اليوم ما حدا عم يحضر، يعني بس نحن هون باستوديو عم نشوف هالمشاهد هيدي. خلينا على التنس جورج. بس أنه الواحد إذا بده يرفع علم لبنان بده يعني مش هينة واحد يرفع علم لبنان على أمم العالم صحيح. فيها صعوبتها أكيد. طيب تمارين كيف عم بتكون؟ يعني تمارين الأول شيء كفيزيكال ترينينج قبل ما نحكي عن التمارين الذهنية كيف تتمرني؟ أكيد عندي تمرين كل الجمعة بتمرن، عندي مثلا نهار بتمرن نص ساعة ونهار تاني ساعة حسب، لأنه كمان بالتمرين الصعوبة أنه إذا عندك أنت بتشتغل أو عندك دراسة ما فيك تتفرغ له يعني نعم. للتمرين فعندي بروجرام كتير فوكست على الانديورنس يعني بشتغل. شو أكتر شيء بتركز عليه؟ أكيد الاندورانس يمكن؟ اندورانس مثلاً إذا بدنا نفوت ديتيلز بشتغل كتير انترفلز بشتغل نعم. بعمل كمان رفع أثقال أكيد عندي التمرين كتير متوازن نعم. لأقدر لأنه الجبال منا رياضة بس يعني بتقلص بساعة وبتفل على بيتك وبتتحمم إنه الجبل بده هالتحمل الجسدي وكمان تعرف توزع الطاقة اللي عندك على الجبل، يعني أنت لو عندك طاقة أقل من غيرك بس إذا بتعرف توزعها وتعمل لها المانجمنت توصل على ال ولهلا اسم الله عليك عم تعرف تقسمي كل هالمهام هيدي وتوصلي على أهدافك يعني. إن شاء الله بال 2016 كمان تابع بهالمسيرة هيدي وتوصلي على القمم الأعلى بالعالم. شكرا. عماد ميشيل باتيني ما نو راضي ابدا عن قرار ايقافه لثمان سنوات وعم بيقول لهم انه هلا فقتوا علي انه لما قدمت ترشح للفيفا صار بدكم توقفوني. يعني انا مثل ما بتحس هلا بالاعلام جورج مثل كانه في حرب على بلاتيني قصدا حتى ما يقدر يطلع رئيس، ما بعرف اذا بيوافقني شادي. يعني شادي الاسم الابرز هو كل على حال خلافة سيب لاتر هو ميشيل باتيني، كل اوروبا كانت دعمته مبدئيا والكل يعني بصراحة موضوع بلاتيني وموضوع الفيفا موضوع شائك جدا، في تحقيقات قضائية ودولية عم تصير بهذا الموضوع، ملفات كبيرة في دول يعني متورطة إذا صح التعبير يعني نستعمل كلمة متورطة، ولكن بصراحة يعني من ناحية إعلامية هلا هو قابض من ناحية إعلامية شفته عم يقبض من ناحية إعلامية في عندك زاوية مع وإعلام يعني إعلام عم بيهاجم بلاتيني وفي إعلام عم بيكون إلى جانب بلاتيني مثل ما في إعلام إلى جانب سيب بلاتر وإعلام عم بيهاجم سيب بلاتر صحيح. ولكن الكلمة الأخيرة أو كلمة الفصل رح تكون للقضاء الدولي للي عم يتابع هذا الموضوع. هي التوقيت بس إنه توقيتها هلأ معلن إنه هلأ فقتوا لما قدمت ترشح لرئاسة الفيفا مزبوط إنه حسبه مزبوط. خلينا نشوف جورج بصور ريبورتاج كمان عن بلاتيني.
اتهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني لجنة الإخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي الفيفا بالنوم واللاموبيلات لمدة 4 سنوات قبل ما تمنعه من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 8 سنوات مثل جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا. وكانت التحقيقات الموسعة اللي أجرتها لجنة الإخلاقيات بالفيفا أكدت هالأسبوع استغلال الثنائي بلاتيني وبلاتر لمناصبهم لحصد ملايين الدولارات خلصة، خاصة بلاتيني اللي ثبتت عليه تهمة الحصول على مبلغ مليوني فرنك سويسري من الفيفا. وقال بلاتيني بحديث نقلته البي بي سي وين كانت لجنة الإخلاقيات بالفيفا بالفترة بين 2011 و2015 عندما قبضت هالمبلغ المذكور. نعم قرروا الاستيقاظ بعام انتخابات الفيفا عندما صرت مرشح معربا عن دهشته الكبيرة حول هالموضوع. وتسبب قرار إيقاف بلاتيني إلى ضرب مخطط تربعه على عرش الفيفا خلفا لبلاتر بالانتخابات المتوقعة بشباط 2016. نرجع لملف التنس مشاهدينا، بدنا نحكي مع كوتش فادي عن عام 2016. مين الاسم اللي ممكن تشوف بينافس نوفاك جوكوفيتش كوتش بالعام القادم؟ هلا شفنا نادال باخر السنه جلس وضعه، رجع 90% فينا نقول على مستوى، وهيدا باعتراف يعني ميري، باعتراف فيدرير، باعتراف بابرينكا، كلهم شافوا نادال يعني وصل. هلا بدنا نشوف باول السيزون بتنعرف بالاستراليان اوبن، يعني الشخص الوحيد اللي ممكن ينافس هلا ديوغوفيتش بسنه 2016 انا باعتقادي نادال، رافائيل نادال اذا قدر رجع ويركز على التنس يرجع، لانه إذا عنده غير اهتمامات. رافائيل نادال بيلعب بوكر كتير مثل ما بنعرف، بس كمان. ايه بس هذه الشغله كان يلعبها من زمان وما كانت تاثر، يعني عامل 14 جراند سلام وعامل 27 ماستر. نعم. وكان يلعب بوكر. لا الشغله قصه يعني اصابه اكثر منها قصه بوكر. الاصابه اليوم بس انت تفوت على ملعب بتكون عارف حالك انت معرض تنصاب. نعم. بصير يعني اكيد عندك كل شيء، تذبذب بحركتك، تذبذب بالضربه، تذبذب بذهنك. طيب اذا بدنا نحكي بعيدا عن هذا، ممكن نشوف كيني شيكوري مثلا منافس جدي او ميلوس راونيتش، كيني شيكوري، كيني شيكوري كمان عنده كتير إصابات، عنده كتير إصابات، يعني مثل نادال بلش يعني إصابة وراء إصابة عم تمنعه يوصل على مستوى ما بشوفه بال 2016 يعني قادر ينافس. ميري معقولة، يعني ماكن روب بيقول ميري بال 2016 معقول كتير يعمل يعني شي منيح، بس انا رايي شخصيا هلا الشخص اللي يعني اكثر شيء مؤهل هو ايه هل هلا نادال، لانه بالهيد تو هيد كمان بيعرفوا بعضهم كثير، قد بعضهم صاروا بتصور ايه قد بعضهم يا اما فرق وحده ايه تقريبا، بقى صار يعني هود الشخصين اكثر شيء بتلاقيين بالعالم بالتنس، يعني اكيد بيعرفوا بعضهم، واكيد نادال بده يجرب يحسن كثير ادائه تيرجع يوصل، لانه هذه المعركه النهائيه بتصور هي ديوكوفيتش ورافائيل نادال، هيك بتصور. عماد قبل ما نختم سريعا ريبورت عن لويس فانغال، يعني صار وضعه كثير خطير صح بعد 4 خسارات مع مانشستر يونايتد، خاصه بعد ما ظهروا من الشامبيونز ليج وبهالويك اند خسروا كمان، وضعه ما عاد كثير محبوب فيه بمانشستر يونايتد. بننتقل للصور لحتى نشوف اخر الاخبار عن لويس فانغال مدرب مانشستر يونايتد. إذن زادت الأصوات يلي عم بتنادي بطرد لويس فانغال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفترة المقبلة بعد الخسارة يوم السبت أمام ستوك سيتي 2-0 بالجولة 18 من الدوري. وأشارت العديد من التقارير أن المدرب الهولندي اقترب بقوة من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد بعد سلسلة من النتائج المخيبة هالموسم وتواجده بالمركز الخامس بالترتيب. وبيتصدر جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي السابق لنادي تشيلسي الانجليزي قائمه المدربين المرشحين لخلافه المدرب الهولندي يلي صرح بانه استقالته رح تكون جاهزه قبل طرده من مانشستر يونايتد. انا كرمال اكيد صيته فانغال ما بتصور رح ينطر ينطرد لا ينطرد. رح نحكي الموضوع معك شادي ببدايه القسم الثاني، لكن هلا مشاهدينا بريك وبنرجع لمتابعه القسم الثاني من حلقه سكور لليوم.
رجعنا على قسم تاني من اخر حلقه لسكور بعام 2015 اللي عم نتناول فيها مواضيع بارزه خاصه على صعيد كره القدم تنس وايضا مع المغامرات البارزه المغامره اللبنانيه جويس عزام ما عدا معنا اكيد بالقسم التاني. جويس رح نرجع لك لكن مثل ما خدمنا القسم التاني او القسم الاول شادي فان جال اليوم يعني خلاص ما بقى طايقوا جمهور اليونايتد بالاولد ترافورد عم يطالبوا الجماهير اليوم بإقالته فورا خاصة أنه جوزيه مورينيو صار فريلانسر فري صح. مانشستر يونايتد فريق كتير كبير ما بيحمل خسارات بهالحجم. جمهوره وسائل الإعلام السوشيال ميديا كل العالم ناطرة نتائج وما بترضى بأقل من يعني منافسة على اللقب منافسة بالتشامبيونز ليج. اليوم عم نشوف انه بالمركز الخامس بدوري البريمير ليج عم نشوف انه عم يتخبط بنتائج سيئة جدا واكيد الجماهير وحتى ادارة مانشستر يونايتد يعني متريسي يمكن تتلاقي البديل مثل ما تفضلت وقلت جورج انه جوزيه مورينيو مرشح بقوة كتير انه يخلف او يكون يحل محله. في اسماء كتير كبيرة عم تنطرح ولكن بالتأكيد انه بسبب هذه النتائج لويس فان جال ما رح يقدر يكمل السيزن ويمكن نشوف بفترة الانتقالات الشتوية انه قبل الفترة او خلال فترة الانتقالات الشتوية لويس فان جال ما رح يكون بقى على دكة البدلاء لمانشستر يونايتد وممكن نشوف مدرب جديد بالأولد ترافورد ومورينيو حظوظه هلا على كل حال في تقرير بعد هذا التقرير اللي شفناه باخر الاسم الاول عن فان جال حول خوسيه مورينيو بدنا نشوف شو رايه بهال كل هالاخبار الصحفيه اللي عم تقول انه رح يجي مدرب لفريق مانشستر يونايتد. شادي متابع اكيد حديثنا معك لكن هلا نرجع لك جويس اكيد مثل ما ذكرتي بال2016 عندك بعد برنامج مهم جدا تقومي فيه. شو الجبل او القمه اللي بعد تحلمي توصلي لها وحطيتيها هدف اساسي لك؟ اكيد هن انه خلص مشروع السبع امم بالعالم واكيد ايفرست هو واحد منهم وماونت فينسن وماونت دينالي. شو الاصعب؟ اكيد ايفرست اللي هو اصعب شيء لانه بياخد كتير وقت لتتاقلم على الجبل وعلوه 8800 متر يعني هو مش طبيعي الانسان يكون على هيك علو بس بتقعد على الجبل اكتر من شهرين كيف فيك تتنفسك وبتعوزي امور اضافيه كرمال تقدر تاخدي اكسجين مزبوط بايفرست يستعمل الاكسجين. انا شخصيا مقرره ما استعمل الاكسجين بس اكيد بدك تشوف جسمك كمان كيف عم بيتاقلم وكل مره مش انه انت تسلقت 6000 متر او 7000 متر انت خلص على 7000 متر صرت مرتاح كل مره وكل جبل كيف ممرن شو صاير معك نفسيا وجسديا قبل ما تتسلق الجبل بياثر عليك واكيد على الجبل بتصير مثلا في الكامبس المخيمات بتطلع اول كامب بترجع بتطلع على الثاني بترجع بتنزل بتنام باول كامب لجسمك يتاقلم وياخذ بتاخد وقت معك الرحله هلا حسب الجبل في مثلا كليمانجارو 10 ايام اللي هو كمان قريب على 6000 متر يعني بس هو من اسهلهم بالاعلى سبع امم بالعالم بس ما اذا بتحكي كارستنز بيراميد باوسيانيا اخذ لنا 21 نهار اكون كاغوا بالارجنتين بالانديز عدنا على الجبل 18 نهار يعني لا فرش بدها شي شهرين لا بلاش شهرين اوف يعني يعني بيكون ايه بس انه عم تحكي 18 نهار ما في شاور بدك تاخذي يعني معك انت عم بتنام بالتنت عم بتشوف معي 20 كيلو على ظهري عم حتى اكثر واحد يعني على فتره شهرين كيف بيعمل بده شهرين اكيد انت بهيك انواع جبال في لوكال جايدز بياخذوك بيهتموا فيك وحتى بيساعدوك باللوجيستكس على الجبل بس اكيد في وزن مثلا 20 كيلو على طول على ظهرك من ناحيه الاكل يعني اكثر شيء شو بتعوز التمر يلي بيعطيك الباور و اكيد بناخذ باور بارز وبروتينز بس من بعد 6000 متر جسمك يعني ما بعود حتى قادر ياكل مثل ما يعني على ارتفاع البحر او الارتفاع العادي اكيد بيتغير كله انا شخصيا كمان كثير شخصيه القصه حسب كل انسان كيف قد ايه ممكن تخسري وزن مثلا اذا عملتي قمه ايفرست ورجعت اكيد رح ترجع منها باخر سلامة ان شاء الله جويس قد ايه ممكن تخسري وزن بهالرحله اللي بتدوم شهرين يعني
تخسر اكيد اكثر من 5 كيلو. انا بالاكون كاغوا خسرت اكثر من 5 كيلو بخلال تقريبا 20 نهار اكسبيديشن. يعني اذا عم تحكي شهرين وبرجع بقول لك حسب شو بيصير معك على الجبل تحديدا. يعني عندك مرحله قبل باستا وكاربز مزبوطه حضري حالك رح تكوني جاهزه ورز. هي انا بقول لهم على طول الرز بعده اهم. هلا عند جورج يومين ثلاثه خلص بلا داعي. اكيد مع عماد بدنا نحكي هلا عن جوزيه مورينيو وبناخذ تعليقه لشادي كمان حول الموضوع حول الاخبار اللي عم تناول انتقاله لفريق مانشستر يونايتد. مورينيو اليوم يعني عم مثل ما قال انه بده ينطر يمكن لاخر السيزون تما يحرق حاله، هلا بده هو يركب فريق. شو رايك هلا كمان عم يتخانقوا عليه كثير لمورينيو رجع انفتح موضوع انه يرجع لريال مدريد يلي هو هلا بغياب غوارديولا من الساحه الاسبانيه يمكن بيقدر بيغري هذا الموضوع هيك بيكون صحيح. وحده مترأس سبيشال 1 سبيشال 1 يعني مفتوحه الجبهات كلها على مورينيو. هلا مثل ما في كثير ما بيحبوه لمورينيو، بالعكس في كثير بيحبوه مانشستر يونايتد حتى بيغري انا بشوف اكثر يمكن من ريال مدريد هيك يعني نادي في عظمه فيه انه يجي يستلم ويرجع يقدر يقوم فيه. بس كمان مورينيو ما بياخذ خطوه اذا ما كان واثق منه انه رح ينجح، خاصه وانه هلا كان فشل مع تشيلسي، اذا هلا بعد بيعمل هالخطوه وبيفشل يعني بيكون يمكن عم يقضي على مسيرته. مشان هيك اكيد بده يدرس هالموضوع. بده شي 5 اشهر بريك هلا لازم مثله بتفيد اكيد بتفيده اكيد بتفيده اكيد يعني انه يفكر بالقرار الصائب وياخذ القرار اللي لازم ياخده، لانه مثل ما عم بيقول زميلنا العزيز عودته على ريال مدريد واغراء بيريز له كمان هذا باب كثير كبير كمان ينفتح له، وكمان يعني وجوده بمانشستر يونايتد واذا قدر ينشل الفريق ويعمل انجاز بيكون يعني فعلا كان هالمخلص هو بالنسبه لمانشستر. اذا انت اليوم شادي يونايتد. اذا انت اليوم جوزيه مورينيو بتختار تروح على يونايتد ولا على ريال مدريد؟ صراحه يعني ماني محله لا مورينيو، ما بقدر جاوب، ما بقدر اخذ، ما عندي يعني جواب بالنسبه لهذا الموضوع، لانه هذا شيء بيتعلق بتجربته للمدرب. يعني راح على اسبانيا هو وهو عايش فتره كبيره، يعني عايش سنه باسبانيا. طب وين بتقول ممكن يروح، يونايتد ولا ريال؟ كمان ما بقدر جاوب جورج، لانه بصراحه مثل ما بقول لك الشغله انه يعني مورينيو في اشياء شخصيه، بدك تشوف عائلته كمان، بدك تشوف وين بيرتاح اكثر، بيرتاح بانجلترا ولا بيرتاح باسبانيا. هو كان باسبانيا من قبل حابب يرجع، يعني هو راح على اسبانيا وفضل يرجع على تشيلسي، هلا فشل بتشيلسي بفضل يروح على، يعني مثل ما قال الابواب مفتوحه، صعب كثير تجاوب، صعب كثير تحدد المسار للي ممكن يعني او الخيار الذي يختاره. مش على هالاثنين صحيح، كمان ممكن يروح على فريق ثالث بعد، مش بس هو الانسب اذا بده اذا بده يعمل شيء مورينيو يتريس هلا. نعم. ما يعمل شيء بالانتقالات الشتويه بتبين حتى كل الفرق كيف هيك وبعدين بياخذ. بنشوف ريبورت على كل حال عن شوف مورينيو. ريبورت عن غوارديولا، عندنا ريبورت عن غوارديولا كيف كان عن جوزيه مورينيو قبل بدنا نحكي شوي وبنرجع من بعدها بنحكي على بيب غوارديولا. يلا. ازدادت التكهنات حول مستقبل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الانجليزي بشان وجهته المقبله بعد رحيله عن البلوز. صحيفه التايمز البريطانيه بتقول انه المدرب البرتغالي ارتبط جديا بالعوده لتدريب ناديه السابق ريال مدريد خلفا لمدربه الحالي رافائيل بينيتيز اللي ارتبط بالرحيل عن الفريق الملكي بالفتره القادمه. وذكرت الصحيفه الشهيره بانه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي اتصل بسبيشال 1 من اجل اقناعه بالحصول على مكان بينيتيز على مقاعد ملعب سانتياغو برنابيو مع بدايه العام الجديد 2016، بوقت كان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اكثر جديه من ريال مدريد مشان التعاقد مع مورينيو، حيث قدمت اداره يونايتد بعرض رسمي للمدرب من اجل التعاقد معه خلفا للهولندي لويس فان جال اللي اقترب هو الاخر من توضيع مسرح الاحلام اولد ترافورد. بينما كان لمورينيو راي اخر، حيث اكد المدرب بكلماته مع بيريز ومفاوضاته مع اداره مانشستر يونايتد انه بيرغب بالانتظار حتى نهايه الموسم من اجل تولي الاداره الفنيه لنادي جديد بعد البلوز. شادي يعني جوزيه مورينيو يمكن معه حق انه يتريث شوي بهالفتره لانه بده يبني فريق هو، يعني من الصعب هلا يجي على فريق مش هو بنيه بنص الموسم. شو رايك؟ صحيح مثل ما كان عم يحكي عماد ومثل ما تفضل جورج،
أكيد جوزيه مورينيو بيهمه واحدة من الشروط الأساسية إنه يجي على فريق البادجت تبعه يكون عارف شو البادجت تبع الفريق، يكون عارف حدوده هو كمدرب أو كمدير فني لهالفريق قد قدر يتحرك خاصة بشراء وبشراء اللاعبين بسوق الانتقالات، وقد صلاحيته هو كمدرب داخل الفريق ونفوذه تقدر يبني الفريق بيناسبه واللي بيناسب توجهه وخططه واستراتيجيته ككوتش مشان يقدر ينجح مع الفريق للي بده يكون متواجد فيه. شادي، شو برايك السبب الرئيسي لفشل مورينيو مع تشيلسي؟ هل هي علاقته السيئه مع اللاعبين الفتره الاخيره على راسهم يعني نجوم الفريق مثل لينازارد وغيرهم، او في مشاكل اخرى ما نعلن عنها؟ انا بتوقع انه المشكل الاساسي هو مع مورينيو، لانه خروج مورينيو من تشيلسي الى ريال مدريد وعودته الى تشيلسي، وفعلا من وقت ما رجع لتشيلسي بتحس انه كل شيء معطل، كل شيء ما عم يمشي. مع انه ربح لقب دوري بالموسم الماضي، ربح لقب الدوري جورج، ولكن خرج مع بي اس جي بصعوبه بالتشامبيونز ليج، ولكن بالتشامبيونز ليج نتائج بدك تشوف يعني فريق تشيلسي فريق كتير كبير من اسماء باللاعبين المتواجدين، والمشاكل الشخصيه لمورينيو وما تنسى المشاكل اللي يعني تورط فيها ببداية الموسم بتشيلسي مع اللاعبين مع الإدارة، مشاكل شخصية كلها أثرت، يعني عدة عوامل فينا نقول اجتمعت وخلت إنه هال يعني التناغم بين المدرب واللاعبين والإدارة والجمهور حتى مش موجود، مع إنه يعني مورينيو محبوب كتير من جمهور تشيلسي، ولكن عم نسمع وعم نشوف انتقادات كتير كبيرة له، لأنه بالنتيجة الجمهور والإدارة واللاعبين كلهم بدهم نتائج، إذا ما قدرت تحقق نتائج راح تكون بمشكلة وبمأزق كتير كبير. نعم كوتش، بنرجع شوي لعلك، بنحكي حكينا عن جوكوفيتش، حكينا عن رافائيل نادال اللي توقعت هو يكون منافسه للاعب الصربي بعام 2016. روجر فيدرير عم بيتقدم بالسن بس عم بجوهر، يعني بعده عم بيلعب على نيفو كتير عالي، شو السبب؟ يعني روجر فيدرير كل سنه بيتواجد فيها بعالم التنس، هيدا غنى على اللعبه، يعني صحيح اللي بتشوف هالشخص عم يلعب بهالعمر هيدا وبعده عم يعطي هيدا المستوى بتقول يعني سبحان الله عن جد، يعني وضعه بالملعب اللعب يعني الهين اللي بيلعبه والصعب بذات الوقت كمان، يعني هذا بعده غنى للعبة. ممكن بعد يربح لقب كبير بتحس بعام 2016 هلأ صار له مثل 2012 ما انه آخر جراند سلام عم يوصل فاينلز بالسنة، اثنين فاينلز خسرون ومبلدون واليو اس اوبن، خسر اثنين فاينلز مع ديوغوفيتش، يعني عم يوصل بس عم اقول لك هذا الحيط اللي موجود قدامه وهو ديوغوفيتش ما عم يقدروا يتخطوا. هلا بسنه 2016 بتكون صارت صعبه كثير على فيدرير، بس ما في شيء مستبعد يقدر يوصل، ما في شيء مستبعد، ممكن حيلا اصابه تكون لحدا، لانه حاضر يوصل دومي فينال وحاضر يوصل فينال، عم يوصل على طول، يعني حتى كمان 2015 يعني كانت نتائجه منيحه، يعني صحيح بغض النظر انه ما انه ياخذ كثير مثلا القاب، بس انه حاضر كثير وعم بتشوفه بالملعب يا لطيف. بدنا نشوف مدربه الجديد ايفان لوبيتش، ايفان لوبيتش هلا صار كمان ممكن يعطي اضافه جديده، يعني ممكن كان يلعب ضده سابقا، صحيح كان يلعب ضده ايفان، يعني كمان من المدربين كان مع راونتش هيدي هالسنه 2015، هلا انتقل لروجي فيدرير، معقوله كمان يضيف شيء كمان له، بركي بيرجع على 35 بيرجع بيقلع عن جديد. هو فيدرير اذا فينا نقول عائدته جوكوفيتش بس يلتقوا مع بعضهم عم بيخسر ضده، يعني كانت يعني عائدته نادال اول شيء، يعني فيدرير بعز عطائه كان نادال يخسر مع نادال اكثر، كان يربح على جوكوفيتش اكثر، عم يطلع له بالصحبه ساعه نادال ساعه جوكوفيتش، بس هلا يعني اذا بتسأل ما بيلعب ضده بشي نهائي يمكن بيقدر يفوز ببطوله 100%، يعني كان يعني انه كلهم بيعرفوا طريقه لعب بعضهم، كانوا هودي الاربعه اكثر شيء يلتقوا، صحيح يعني اكثر شيء يلتقوا يا بدومي فينال يا اما فينال، كلهم بيعرفوا بعضهم منيح، بقى هيك فيدرير ديوغوفيتش نادال ميراي بيعرف، ما بتعرف حيلا ماتش ممكن كل واحد يغلب الثاني، كل ماتش ممكن حيلا يغلب الثاني حسب اللياقه البدنيه، بنرجع لشخص وحسب هيداك نعم كمان الثاني يكون احسن. عماد، نختم موضوع الفوتبول الاوروبي عن مع بيب غوارديولا، اكيد عرفنا انه رح يترك نادي بايرن، بس مبدئيا على المان سيتي بمبلغ كبير كمان، هو الاعلى رح يكون اعلى دخلا بالعالم بين المدربين. هلا غوارديولا اذا فينا نقول الجميع صار عارف انه رح يترك البايرن، وحتى مبدئيا هو كانت خطته يروح مانشستر سيتي اللي هي بعدها الخطه اللي المرسومه، انما من وقت ما مورينيو ترك تشيلسي دخل ابراموفيتش على الخط اعطى شك عبياض بس حط
بس تعا خلينا ننتقل للصور لنشوف شو كانت آخر الأخبار اللي عم تتناولها الصحف حول مصير غوارديولا. إذن أكدت الصحف الألمانية أن الإسباني بيبي غوارديولا المدير الفني الحالي لفريق البايرن رح يتولى تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي اعتبارا من بداية الموسم القادم. وأشارت المصادر أن غوارديولا اتفق مع إدارة الفريق الإنجليزي لتدريبه بالموسم القادم، وبينتهي تعاقد غوارديولا مع بايرن ميونخ ب 30 حزيران 2016. وكان أكد النادي الألماني يوم الأحد الماضي أن المدرب الكتالوني ما رح يكون بتجديد العقد، وخليفته رح يكون المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومثل ما كنت ذكرت جورج، رح يكون راتبه السنوي 25 مليون بالسنة، راتب سنوي. شادي رقم خيالي. شو بيستاهلوا غوارديولا يعني؟ هل هو أفضل مدرب بالعالم اليوم؟ إيه حاليا هو الأفضل. لا أنشيلوتي لا مورينيو حاليا إذا ما نحكي نتائج سيميوني هو الأفضل. أفضل النتائج اللي عملها مع برشلونة والنتائج اللي عملها مع البايرن. بس ما جاب بعد دوري أبطال مع بايرن، يعني مش معيار دوري الأبطال. قديه كم مرة جاب دوري؟ مرتين، ومرة كاس، ومرتين نص نهائي دوري الأبطال، خسر مع ريال والبارسا. نتائج ممتازة تعتبر يعني. وبعتقد إنه الشغلة الأهم اللي عملها غوارديولا بالدوري الألماني، قريت يعني مقال وتابعت بعض الأخبار عن هذا الموضوع، إنه المنتخب الألماني كان له فضل كتير كبير، لأنه أغلبية المنتخب الألماني هن من بايرن ميونخ، وإنه تأثير غوارديولا على لاعبين الألمان بشكل عام ساعد بشكل كتير كبير بمونديال البرازيل بال 2014، ساعدهم بشكل كتير كبير على التأقلم مع الكرة اللاتينية، ويعرفوا مفاتيح الكرة اللاتينية اللي هي الباسات القصيرة وهيدا، وللي هن هو أساس اجا فيها. حال يواكيم لوف متاثر جدا بتكتيك بيب غوارديولا، وبيقول علنا يعني صحيح. المدرب الالماني صحيح. فهيدا يعني اضاف بعض النضوج اذا بدك التكتيكي والفني للاعبين الالمان، وساعدهم من زاويه يعني. كل مدرب يعمل اضافه صغيره فساعدهم، لانه بتعرف انت المنتخب الالماني جزء كتير كبير من لاعبينه هن لاعبين بايرن. هلا فرفطوا شويه توني كروس راع ريال بعد كاس العالم، باستيان صار بيونايتد، بس بعد التقل موجود ان كان مع بوتين يعني، كان مع نوير مع مولر صح. لام كمان للأسف وقف عم بيطالبوا هلا يرجع قبل اليورو، بس خلص قراره كان لا رجوع عنه مثل ما بأكد دائما النجم الدول الألماني السابق. جويس نرجع لإليك، يعني هلا أول تجربة لإليك أو أول مغامرة راح تكون أمتى، وكيف التحضيرات بلشت من اليوم لإلها؟ الأول مغامرة راح تكون على صعيد السبع أمام لأيار 2016، بس أكيد التحضيرات بدها تبلش من قبل اليوم. قبل مدي؟ من مبارح مبلشت. كمان فعطول بدك أول شيء التحضير الجسدي والذهني. طيب كيف بيكون التحضير الذهني؟ حكينا كتير عن التحضير الجسدي، ذهنياً كيف تتحضري؟ كيف تتحضر ذهنياً؟ سؤال مش هين، لأنه أكيد الخبرة اللي أخذتها بغير جبال بتعلمك كيف تتأقلم مع الجبل، وكيف تاخده فشخة وفشخة يعني step by step. ما فيك انه بدك تحلل كل شيء يعني من بداية الرحلة لنهايتها، ويكون عندك الصبر اكيد. عم تعوزي الجوجل ماب او شيء معين؟ وكيف اكيد عنا الجي بي اس وعنا الجايدز، اللوكال جايدز بيكونوا معنا، بس حسب مثل ما قلت لك مثلا دينالي بدك تكون عم تحمل وزن اكثر، بتكون في سقعة، بتوزع الاوزان اكيد على جسمك بطريقة متناسقة اكيد، والاكويبمنت نعم. بدك تحضره، لانه كمان كل جبل عنده التقنيات تبعه يعني صح. بدك حتى في جبل بتستعمل فيه الحبال، في جبل بتتسلق بالحبال، بتستعمل ايام سكي يعني. كل مرة منا نبلش نرجع نتمرن للجبل بحد ذاته، بس اكيد الكونديشنينج يعني لتكون بحالة فت هيدا على طول من ضلنا كل السنة مكملين، بس يكون عنا. تعمل جلسات يوغا شيء بحاجة؟ أنا بعمل يوغا بس بالنسبة إلي كتير يمكن. بس بالنسبة إلي كل ما يكون عندي وقت أو كل ويك أند الجبل بالنسبة إلي هو اليوغا يعني. واحد يمشي بالطبيعة لحاله ويكون عم يعني، هي نوع من التأمل كمان والاسترخاء أكيد، وأكيد جسمك عم بيصرف طاقة وعم بيتحمل وعم بيتدرب يعني. أنا تدريبي أكتر إنه أعمل جبال، خصوصي هلأ مثلاً بإيطاليا بستفيد من وجودي بأوروبا، بروح على الألبس، بروح على الأبنين اللي هن بوسط إيطاليا، جبال رائعة وفيها كمان مثل كانالز يعني، التمرين فيها بعد على مستوى أعلى، فكمان بستغل هالوجودي بإيطاليا لأعمل هالنوع التمرينات.
Very good. وأكيد نالي good luck. بأيار إذا حتكون أول مغامرة لك بعام 2000 تكملت المغامرة. أنا ما بوقف يعني عطول في جبل. أكيد. ورح نكون أكيد معك إذا أراد بعد بلقاء آخر بالعام القادم لنشوف وين صرتي وشو صرتي عاملة achievements لهلا. عماد عسرية خبر محلي قبل ما نختم آخر ريبورت معنا لليوم اتحاد الريمية كان عنده إيفنت توزيع الجوائز موسم 2015 ننتقل للصور لحتى نشوف شو كان عم بيصير بهالإيفنت إذن وزع الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الكؤوس والجوائز على أبطاله مع ختام موسم 2015 وتقدم الحضور محمد عويدات ممثل وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي ومدير عام الوزارة زيد خيامي وأعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية وعدد كبير من الشخصيات العسكرية ورؤساء وأعضاء اتحادات وأندية. كلمة رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد السيد بيير جرخ تحدث فيها عن العمل المثمر للاتحاد يلي صار عمره 3 سنوات وساهم بنشر اللعبة وزيادة عدد الرومات وتكثيف المسابقات. أما كلمة عويدات فنوه فيها بإيداء الاتحاد طوال سنواته الثلاثة لهلا وتم توزيع 61 ميدالية و81 شهادة و90 ألف طلق خرطوش على أبطال لبنان من قبل كبار الحضور. شكرا عماد. شادي سريعا قبل ما نختم عام 2016 تشامبيونز ليج ترجع مع دور ثمن النهائي، مين بتشوف بالمربع الذهبي او اقله مين بتشوف فريق المرشح ينافس السنه؟ انت كنت عم تحكي عن ريال مدريد، اذا وعي ريال مدريد بيرجع بخوف. صحيح، في يعني الافضل بالنسبه لي هن بايرن وبرشلونه، ولكن ما فيك تستبعد ريال مدريد لانه ريال مدريد عملاق، ولكن يعني عم يقطع ببعض المطبات او يعني عملاق نائم، فاذا استفاق ريال مدريد ممكن يفوت بقوه. هول الثلاث فرق هن برايي يعني الافضل والاقرب الى لقب تشامبيونز ليج. ملف مونديال قطر 2022 كل التحضيرات قائمه للحدث، في اي تاخير لهلا؟ لا لا جورج، التحضيرات على وتيرة متسارعة جدا، كل الأمور اللي التزمت فيها دولة قطر ويعني اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 هي عم تنفذها، وتحت إشراف أكيد إنسبكشن من الفيفا من وقت للتاني، وبعتقد أنه يعني راح يكون أول مرة كأس عالم بمنطقة الشرق الأوسط. شكرا لك شادي صعيبي على وجودك بهالحلقه. كوتش بتشكرك كمان مره جديده كوتش فادي شلفون. مين رح يكون بطل 2016؟ جوكوفيتش يعني هلا اللي مبين هيك، يعني اللي مبين هيك الا اذا صار في منافسه من حدا، ممكن كثير قد ايه بيكون وضعه، قد ايه بيكون في اصابات، قد ايه ما بيكون في اصابات، بس هلا اللي بس بنرجع نشوف عوده نادال اهم شيء بال 2016 اكيد 100% يصير في منافسه والا ديوغوفيتش رح يحصد كل الالقاب بال 2016 كمان. بتشكرك مره جديده جويس وجود لك اكيد على كل مشاريعك القادمه ومغامراتك المهمه جدا. عماد ابي هيلا اكيد بنشوفك هالاسبوع كمان بنشرات الاخبار، وثانك يو مره جديده. مشاهدينا كانت اخر حلقه بعام 2015 من سكور، نلتقي اذا الله راد بعام 2016 اطيب التمنيات. الى اللقاء.